أنا بآمن إنه المرأة العربية أكثر من غيرها من المجتمعات الثانية، إن كان المجتمع اليهودي أو المجتمعات الأجنبية، بتواجه هاي الصعوبة بين التوفيق بين العمل والعمل والبيت، لأنه إحنا النساء العربيات بشكل عام منحاول نكون متميزات كمان بريت البيت بس كمان بالبيت، عشان نثبت انه احنا غادرين نعمل توازن بين الشغلتين، والمجتمع ما يتهمناش بالتقصير وما يتهمناش بانه احنا مفضلين كفة العمل على كفة العيلة. فمنعمل انا حسب رأيي مضاعف عن النساء في مجتمعات اخرى اللي بيعملوه. ف التوازن هو انك انت تقدري تعطفي في لحظات معينة في اوقات معينة كمان لشغلك وتركزي فيه وكمان لبيتك. بداية انا ام وام لاربعة شباب وعندي كبار وصغار. انا معلمة حسابات بالاساس، معلمة ثانوية. الصعوبات هي طبعا انك تكون كل شيء مرتب كمان ببيتك وكمان بشغلك، كمان تنجحي هون وكمان تنجحي هون، انك تطلعي اولاد مناح للمجتمع. طبعا هذا هاي بالاساس التربية الصح، وكمان بشغلك تكوني ناجحه. اول شيء انا بدي احكي بكل صراحه، ما كانش في كتير صعوبه اني اختار اول شيء مجال العمل الاجتماعي. انا كنت رايحه على شيء ثاني كليا، يعني مجال الحسابات، فرحت لمحل ثاني يختلف تماما اللي هو العمل الاجتماعي، لاني انا بآمن، او حتى من انا وصغيره كنت احس انه انا مؤثره وبعمل هيك امور اللي هي ايجابيه للناس اللي حوالي. فالعمل الاجتماعي هو كان من محل إشي مكمل لشو أنا بآمن. احكي لي شو رأيك في الإمرأة العربية في مجال السياسة، كيف بتقيم النساء في مجال السياسة؟ طبعا هن نساء رائعات، طلعوا من بيتهن وعلى حساب بيوتهن وبحققوا طموحهن كمان، وهن ناجحات، هن قدوة للجيل الأصغر ولإلنا. التمثيل كافي؟ لا، دائما إحنا بنطمح أحسن، طبعا دائما بنطمح إنه يكون في أكثر. احنا يعني شو حقول لك، احنا بنطلب مساواه ولا عدل، لانه لهذا الاشي نسبي، بس انه يكون في، طول ما في دعم لهي النساء راح يوصلوا اكيد. يعني فكر هو صار في تعال نقول نقله، او صار في تغييرات، يعني وصلنا انه يكون في نساء بالكنيسة او حتى بالمجالس المحليه. قبل يمكن كان اقل يكون في نساء او تمثيل كونسول في السفاره في الصين. فهذا إشي كتير مبارك وهذا إشي كتير ناجح عن جد. بس بفكر التغييرات مرات مش مرة واحدة بتصير، في إشي اسمه سيرورة اللي هي بتمرق كمان المجتمع عم بمرق فيها. وبفكر كمان النساء هو الأهم، إنه نساء أكتر عم بتآمن بحالها، نساء أكتر عم بروحوا يتعلموا، أكتر عم من النساء عم تعرف شو وين تشتغل، وين محلات الشغل، كمان شو حقوقها بالشغل. فأنا بفكر هاي السيرورة هي اللي بتوصل إنه يكون أكتر تمثيل نساء. أنا بآمن أول إشي إنه في عنا قدرات عالية جدا بالمجتمع العربي في فئة النساء، قدرات اللي مش دايما بتكون مبينة وبارزة وماخدة حقها بالمجتمع. للأسف إحنا في مجتمعنا كنساء عربيات وكنساء بشكل عام في العالم وكنساء عربيات اللي هن من مجتمع أقلية في مجتمع يهودي، إحنا منواجه كتير ضغوطات وصعوبات لحد ما نصل لمحل إنه إحنا نحقق ذاتنا ونصل للأماكن وللحلم اللي إحنا بنطمح لإله. في عنا كتير نساء حالمات وكتير نساء قادرات، اللي جزء قليل أنا حسب رأيي منهن بيصل للمناصب العليا والمناصب السياسية. إذا سألتيني عن هدول النساء، أنا بقول إنه هن نساء اللي نتطلع عليهن كنساء اللي هن مناضلات بكل معنى الكلمة، اللي تحدوا كتير صعوبات عشان يوصلوا لهاي المرحلة. بس كمان أنا بآمن إنه في شغلة مهمة أساسية عشان هدول النساء يصلوا لهاي المحلات اللي هن وصلوا لها، اللي هو الدعم. الدعم العائلي كتير مهم، الدعم من العيلة، من الأهل، من الزوج، من الإخوة، هو حجر أساس
عشان المرأة تقدر تواجه الصعوبات وتعلى وتوصل لهناك. أنا كتير الصعوبات موجودة وملانة والتحديات دايما موجودة بكل مجال. أنا حسب رأيي بداية طريقه الصعوبات عادة بتكون في البدايات. بداية طريقه يعني زي ما بيحكوا كل النساء تقريبا إن الصعوبات توفق بين شغلك بين ساعات عملك وجودك برا وتركيزك الحاجة إنك تركزي على شغل بالذات إنك بتشتغلي مع فئات اللي هي خلينا نقول مستضعفة وبدك تعطيها كتير من وقتك وكتير من طاقاتك ورجعتك على البيت بآخر النهار كمان بدك تكوني أم وبدك تكوني زوجة وبدك تكوني ربة بيت اللي بدها تطبخ وبدها تحضر أكل وبدها تكون موجودة كمان بشكل مش بس من ناحية وقت كمان بشكل القعدة مع الأولاد إنك تعطيهن إنك تكوني موجودة بشكل خلينا نقول نوعي موجودة نفسيا ومعنويا وعاطفيا مع الأولاد. هاي كانت الصعوبات التوفيق بين هدول الشغلتين إنه تعرف كيف تعمل ملائمة بين كل الاحتياجات. وأنا بفكر الإمرأة الناجحة هي اللي عن جد اللي بتنجح إنها تنسق بين حياتها الشخصية إن كان الزوج والبيت وكمان العائلة أو كمان الحياة الاجتماعية وكمان العمل أو حتى التعليم. مرات بيكون في أكتر من طاقية بنفس المحل فهو مش إشي هوين. أنا بفكر يمكن لأنه بعد ما عندي أولاد فالإشي يمكن لقدام بيكون كمان في تحديات أصعب. بس كل ما بيكون في ملائمة بتحس أكتر نقول بأكتر باكتفاء ذات إنك أنت عم تنجح تعملي. هذا الأهم إنه يكون في إنسان معك اللي هو داعم وإنسان اللي هو يكون كمان بآمن بشو أنت كمان. أنا بحب إنه أنا أكون في شي مرحلة واليوم وكل يوم بذكر حالي وبذكر بنتي إنه إحنا المرأة لازم تكون سيدة نفسها سيدة قراراتها لازم تكون مستقلة تفوت على سلك التعليم عشان تقدر تحقق ذاتها عشان تقدر تكون موجودة وتحقق أحلامها اللي هي أكيد موجودة. أنا رسالتي للنساء إنه ثابروا احلموا لأنه بس بالالتزام والتزموا بالحلم والهدف اللي أنتوا حاطينه حالكو ومش مهم وين انت موجود اليوم مهم وين رح تصلي بعدين. الرسالة هي بالأساس انه ربي أولادك على الحق وربي انه طول ربي زي ما عندك بنات وأولاد ربيهن على نفس المبدأ على نفس العقيدة فبطلعوا للمجتمع أصلح. فبطلع مثلا الذكر إذا يعني ما تربيش تربية اجتماعية ذكورية طبعا. والأساس للمرأة أنه تكون عندها ثقة بالنفس وإذا ما لقيتيش دعم حواليك ادعمي حالك. أنت بالأساس اللي تقدر تدعمي حالك تفيق من الصبح تقولي أنا بدي أنجح وبدي أكون وبدي أعمل بصمة وهيك بتنجحي. أول شيء بعايد كل امرأة وين هي موجودة بأي مكان إن كانت كأم كعاملة كأي وظيفة هي موجودة فيها. رسالتي لها إنه تحب حالها وتآمن بذاتها أكتر. ومرات كتير عن جد في مرات بيكون زي هيك صعوبات أو تحديات اللي هي بتواجهنا أو تنكسر بمحلات معينة بس تعرف كيف تقوم وتكمل. لأنه بحس إنه المرأة بطاقاتها عن جد تقدر تشع كمان لنفسها وكمان للي حواليها.